فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال إنه لا يأتي الخير بالشر. الخير لا يأتي بالشر، ولكن المال خير، ولكنه قد يأتي بالشر حين يستعمله الإنسان في غير موضعه. أما إذا استعمله في موضعه فإنه لا يكون شراً، فالمال ليس شرا مطلقا وليس خيرا مطلقا، وإنما على حسب استعمال صاحبه له. ولهذا قالوا في رواية ضرب مثلا للدواب التي ترتع في الربيع والزهر والعشب، فمنها من يحسن الرعي، منها من يحسن الرعي وتصريف ما يأكل، وهي التي تأكل من الخضر ومن النبات، ثم تترك الرعي وتبرك وتستقبل عين الشمس من أجل الحرارة حتى يتهضم. الله، مثال رائع. اي نعم، حتى يتهضم ما في بطنها وتبول وتثلط، يعني تروث، فيخف ما في بطنها، ثم تقوم وترعى. فهذا مثال لمن يستعمل الدنيا بحكمة ويأخذها برفق، مثل هذه الدابة التي لما شبعت بركت واستقبلت عين الشمس حتى تصيبها حرارة الشمس، ثم تهضم ما في بطنها. وزهرة الدنيا إنما يكون الخطر فيها لأن مثل الربيع، منه ما يهلك حبطا، يعني انتفاخا، تأكل الدابة من أول الربيع وتنتفخ بطنها ثم تموت. كذلك طالب الدنيا إذا أسرف في طلبها فإنه حينئذ تقتله هذه الدنيا، أو يلم، يعني يقارب من الحبط، قارب من الحبط. وضرب لذلك مثل الدابتين، والدابة الثانية التي استغرقت في الأكل والرعي حتى تخمت ومرضت. فهذا مثل الذي يطلب الدنيا بنهم. نعم، إذن طلبت الدنيا مثل الدواب ترعى، مثلا منها دابة تأكل حتى تموت، ومنها من تأكل قصدا. أي نعم، كذلك بنو آدم. نعم، منهم من يأخذ الدنيا بقدر ويستعملها بحكمة، وهذه تكون خيرا له، ولا يأتي هذا الخير بالشر. نعم، وإنما يأتي بالخير، لكن الثاني هو الذي يأتي بالشر. خير أتى بشر وهو سوء الاستعمال. نعم، ولذا في الرواية الأخرى قال: أين السائل آنفا، أو خير هو ثلاثا. نعم، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. نعم، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. نعم، حبطا يعني انتفاخا، لأن الدابة إذا رعت من أول الربيع تنتفخ.